قال لي ياها ميتي وينه؟ هاتا تقبرني يرحم ابوك. ردي برايفت امريكا. ماشي ما في امريكا. بعرف لا قصدي شو بتقولوا الابريق شفشق تيتيتيري اسمها ابريك بالاسباني طبعا بيكذب طبعا مش بالاسباني ولا ابريك مش ابريك الشاي يلا هلا بدك تغني الموبايل بس يقول نور الشحنه فصل لا قول نور بديله تمهيد غنيله كده على الكوردات دي غنيله على الكوردات دي هي نفس اللي فاتت دي يا شبه كده يا ايه بس فوق شويه نطلع انتوا مثلا بس فيك تقوم تعمل لنا اياها بال يعني هذا بالحركات والله الواحد ما في حاجه اللي بتعملها والله ده عايز يوم من اول النهار انا بدي اجرب عشان الوقار شرا لا 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 تابعني بقى دقيقة بس مشان ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل وجاي بكلمها الشحن فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل جاي بكلمها الشحن فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل قال يعني بخونها ولا بغشها فاكراني قفلت السكة في وشها قال يعني بخونها ولا بغشها فاكراني قفلت السكة في وشها مع اني انا اللي في الاول متصل جاي بكلمها الشحن فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل جاي بكلمها شحني فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل انا روحت لها قابلها لقيت بنت اختها بتقول لي خلاص الموضوع انتهى ومعاها جواب مكتوب فيه متاسفه لا في بينا كلام ولا سابق معرفه رغم اني مفيش اي غلطه عملتها جاي بكلمها الشحن فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل جاي بكلمها الشحن فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل انا لميت صحباتها وقعدت احلف لهم وانا بحكي صعبت عليهم كلهم طلعوا مناديلهم وهات يا عياط وانا عمال ابص لهم واشهد ربنا على ظلم واسود ناس بنحبهم جاي بكلمها الشحن فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل جاي بكلمها الشحن فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل وتاني يوم على بيتها جريت بالوردتين قلت لها انا اسف وهمشي وبديل
ضحكت وقالت لي بهزر كل ده انا عارفة ان انت مالكيش الا كده سألتني ايه رأيك وشفت وصلت فين ايه بكلمة الشحن فصل زعلت واتقمصت من اللي حصل ولا بغشها فاكراني قفلت السكه في وشها يا عيني ولا بغشها فاكراني قفلت السكه في وشها وجاي بكلم شحن فصل الله شو لذيذه يعني لما خفيفه بشكل بس كلام مين اللي انا حافظينها بقى اه خرق طار العريان وكانت اول اغنيه كنت نعملها معاك تحليل فسد كلنا حافظينها بقى صح يلا لوينا يا رب تكون هون والله احنا بنحبها جدا يا رب يا رب مفيش حد مش حافظها والاستاذ احمد الشامي وين يا ولاد ما تعزفش غني معانا ادينا بس كده بقول في اول لان زي ما نقولها في الصون فرون تحليل فسد كانت دو 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 طب انت يعني شمشوم انت بتحب شكله اه يعني ما كتير هذا ولا كتير يلا خلي ماله واحدة اه وكده على الفاضي كده ازرق وهيك يعني بتحب تشوفه من غير قولي لو كنت يلا وين مايكروفوني ماشي ماله موجودة لا لا اهو ايه بقى لا ماله موجودة الغنية تستنى ولا حتنساني ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي تاني تحلف لي قول لي لو كنت مكاني تستنى ولا حتنساني ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي واديني صابر على حالي تحلف لي صدق واستنى وتنسى حبك واتمنى وثانية تنسى اللي ما بينا وتهون عليك احلى حبك توعيني والشوق يجيبني وياخدني وتكون معايا وفي حضني لكن بعيد عني طب قولي لو ولا حتنساني ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي طب قولي لو كنت مكاني تستنى ولا حتنساني ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حبك واتمنى وفي ثانية تنسى اللي ما بينا وتكون عليك أحلى ليالي الله طب قولي لو كنت مكاني
هتستنى ولا هتنساني، ده العمر بيعدي ثواني، واديني صابر على حالي. طب قولي لو كنت مكاني تستنى ولا هتنساني، ده العمر بيعدي ثواني، واديني صابر على حالي. مين اللي بيحب عمرو دياب كتير؟ يعني كلنا بنحبه، بس اللي كتير كتير يعني اللي يعني هذا كلنا بنحبه. نادر اللي كان وزع الالبوم بتاع ليه نهاري، فاحنا كلنا بنحبه جدا. اه والله هو وزع الالبوم كله. وشو كمان فيها؟ انت وزعت كل الالبوم؟ شو كان في غنية؟ لانه جوزي حفظني الاغاني. كانت في وين معي، لا وحشتيني. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. قلب
حبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني حبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك النهاية يا حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن حالي كمان بالالبوم نفسه اللي وزعه لا 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 هاي غير دنيا قبل شوي يعني كنتش لسه وزع اصلا زي ما يعني عم بزعل منك فوت حغير رايي يعني فيها سنين طويله الالبوم ده كان مثلا كنتش انا بوزع اصلا لا ده 98 98 والثاني 2003 يعني خمس سنين فرق خمس سنين هو نور العين بعديه عودوني وبعديه قمر صح 98 والثاني 2003 يعني ما بعرف اي سنه ده البوم نادر يعني بعرف زمان بس ما بعرف احنا نهاري كان 2003 احنا جيلنا احنا جيلنا ما بيعملش حاجه غير ان هو بيقرخ لعمرو دياب بس ما بيعملش حاجه ثانيه ليه والله احنا جيلنا بيقرخ لعمرو دياب بس ما بنعملش حاجه ثانيه ليه لا عملت طبعا عملته كلكم عملتوا بس هو يعني رمز لما الواحد يبص عليه احنا مرتبطين بيه متربيين على صوته ومتربيين على اعماله فبالنسبه لنا هو دراسه طبعا تلاقي نفسه ان التراد بالنسبه لي استاذن بقى عشان ايه طولنا عليك 100 اهلا وسهلا انبسطنا جدا ان احنا كنا معاك النهارده وانا انبسطت كمان انه عرفت يعني اشياء مهم اعرفها دايما كنت بشوفكم بس ما بعرف انه في حدا فيكم لا بالعكس ما بعرف انه حدا فيكم عن جد بيحبني دي قعدت تكمل اشكال وخصوصي انت يعني هيك كاني استكشفت انك بتحبني كاني يعني حسيت فعلا ما شاء الله هم عارفين كاني هيك حسيتك يا اهلا وسهلا يا اولاد يا حلوين وانتي يا حبيبي واستغيو حبيت أشوفه فيو ولقيت هواد بعيد غنيت عشان الآن وبكيت كتير في هوا ولا هو حاسس ولا زار في يوم أراضيك ليه طب ليه يا حب ليه